ويا إبراهيم لازم كمان تحفظ العهد ده، انت وزريتك جيل بعد جيل، عشان كده كل ولد ذكر من أولادك لازم تطهره بعد 8 يوم من ولادته، وده حيكون علامة العهد بيني وبينكم، والختان ده لازم يشمل عبيدكم إذا كانوا متربين عندكم أو اشتريتوهم من بلاد تانية، وأي ذكر ما مختون حيكون خالف العهد ولازم يتعزل من الأمة ومصيره الهلاك. لكن ساراي زوجتك من الوقت ده حيكون اسمها سارة، وأنا حباركها وأرزقك منها بولد، وهي حتكون أم لشعوب كثيرة، ومن ذريتها حيطلع ملوك. يا جماعة، الله سبحانه وتعالى غير اسم زوجة سيدنا إبراهيم من ساراي لسارة، ومعناها الأميرة، لأنه من ذريتها حيتولدوا ملوك، وسيدنا إبراهيم عليه السلام سجد لله، ومع كده طبعا ما كان متخيل انه حيكون عنده ولد من زوجته السارة، خاصة وانهم الاثنين بقوا كبار في السن، عشان كده ضحك وقال لنفسه